ايه رأيكم يا حلوين في الفطار الهايل دوت؟ فلفل مقلي وفول، بطاطس محمرة، طعمية اللي انا كنت عاملاها معاكم، بطاطس مهروسة وحط عليها الطشة بتاعة التومة وبيض مقلي. بالنسبة لي ده احلى فطار. سامعين قرآن المغرب؟ الحمد لله يا جماعة احنا في نعمة، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة، يا رب يحفظها من الزوال. وأوصيكم كده تستغفروا ربنا كتير، ربنا يزيح عننا الغلاء والوباء يا رب يا رب. قد ايه يا جماعة الحمد لله ان احنا في نعمة، ان احنا في بيوتنا، وان احنا يعني عندنا قوت يومنا وآمنين في سربنا، فحزت لنا الدنيا بحذافيرها. الناس اللي بتقتل بعض وتموت بعض وبتاخد رشاوي، والناس اللي يعني مش بيكفيها اي حاجة، الطمع الطمع يقل ما جمع. الحمد لله يا جماعة احنا في نعمة، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.